السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد على قناتي باب الأمل تيوب. موضوع الحلقة تاع اليوم المقارنة. المقارنة نشوفوا بزاف هذا يقارن في هذا أو شخص آخر يقارن في أعماله بالنسبة لشخص آخر زميله في العمل أو صديقه أو يعتبره عدو بين قوسين إلى آخره. فنشوفوا أصبحنا في وقت المقارنة حاجة فظيعة يعني زايدة بزاف. موضوع ولينا مدين فوكس عليه ان احنا نقارنوا في اعمالنا مع الاخرين في الاموال، شكون اللي عنده اكثر في النجاحات في الجمال في المنازل في 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 المقارنه. اليوم راح نتعمقوا شوي فيها ونحكيوا عليها، وهي لما احنا نلجؤوا للمقارنه واش نتائج المقارنه. الانسان ايام منا يجي لهاد الارض كما قلت لكم باه يعمرها، يقدم فيها الشيء هو لازم يقدمه، افاده الاخرين، طلب العلم، العمل، السعي، المبادرات، و و و و و فيوصل لمرحله يولي يشوف معاه المجتمعات، يشوف معاه الاشخاص لانه هو عايش في مجتمع، وبالتالي يشوف معاه الاشخاص اللي معاه. فهو يكون وصل لمرحلة معينة، مثلا هو عنده حلم حبي حقه، هدف قاعد يسعى عليه، مبادرة قاعد يكبر فيها، مشروع معين، إلى 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 تلقاه يبدأ خطوة بعد خطوة. كل خطوة يوصل لها راح تؤدي إلى نتائج معينة، سواء يفشل سواء ينجح. كما كنت نقول لكم من كثر اكيد المقارنه يولي الشخص لا يشعر بطعم الحياه، لا يشعر بطعم انجازاته، لا يشعر بطعم النجاحات التي قد حققها. يبدا فقط يكومباري في روحه مع الاشخاص، يقابر يراقب و و و و و وتصبح حياته عباره لا احساس. هذا الشيء وين يلجأ هذا الشخص يتوقف عن كامل الانشغالات، يحبس من السعي، يحبس من جوا اهدافه، يبدا يحس بلي هو انسان لا ما يسوى والو، ما يعطيش استحقاق لنفسه، ما يقدرش نفسه، ما يقيمش نفسه، يحس روحو ديما صغير قدام الاخرين بسبب المقارنه. يعني المقارنه ممكن هي حاجه تبدا بالخوف، بعد تكبر مع الانسان تولي حاجه كبيره. خلاص 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 يولي الانسان يعني فعلا ما حس بطعم الحياه نهائيا. هذه هي المقارنه، وهذه هي واش يعطينا المقارنه. لذلك انا واش حابه نفيد من هذه الحلقه كامله، انه كل شخص منا عنده هدف وعنده رساله يقدمها في هذه الدنيا. منا يعرف مجال معين، شخص اخر فاشل في تلك المجال يعرف مجال اخر. كل شخص منا عنده مجال معين هو ناجح فيه، وعنده مجال هو فاشل فيه. كل شخص منا خلق لحاجه معينه، وخلق رسالة معينة لازم يعرفها أو يخدم عليها. كل شخص منا عنده مستوى معين، كل شخص منا عنده حياته الخاصة فيه. فما تجيش انت وتحط نفسك في حياة الآخرين وتحبسي تكون جزء من الآخرين أو رزقك كما رزقهم وتكمباري الأرزاق. الله هو اللي يرزق ويفعل ما يريد، أنا أريد وأنت تريد، الله يفعل ما يريد. لذلك الأرزاق بيد ربي سبحانه، لا تتدخل في حكم الله عز وجل، أنت فقط اسعى اسعى، لا تقارن نفسك بالآخرين، مقارنتك لهم تجعلك دائما الوراء الوراء الوراء. لازم تشوف مع روحك، تقارن نفسك بنفسك، لازم تحسن من نفسك، لازم تكون اليوم أحسن من البارح، وغدوة تكون أحسن من اليوم، تجتهد وتكون ديما ناجح بإذن الله، وتسعى وتحب الخير لغيرك كما تحب لنفسك. رب الخير حيقدم لك الخير إن شاء الله. فالمقارنة عدوة النجاح، وعدوة الاستقلالية، وعدوة الحرية، وعدوة الثقة بالنفس. انسف المقارنة من حياتك وعيش حرا، اهتم بنفسك وعيش لنفسك ولا تعيش للآخرين. هكا كان الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا ولا ب50%. ما تنساوش ديروا شير أكبر عدد ممكن باه تغير عليهم فكرة المقارنة، واللي كان يقارن يصبح ما يقارنش ويهتم فقط بنفسه. نحبكم بزاف، شوفوني فيديوهات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.